الكنائس اللي بتيجي الأطفال دول اللي بيجوا يقولوا ألحان يكونوا مدينا خبر قبل كده، نكون مجهزين لهم شوية هدايا بسيطة، شوية صلبان صور، لكن مرة واحدة كده ويجوا يسلمهم غير ما نديهم حاجة بتبقى كسوفة. فياريت الناس اللي بيجيبوا فرق يدونا خبر قبليها وعدد اللي هيجوا عشان نبقى نديهم هدايا. نجاوب شوية أسئلة. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. واحد بيقول: نرجو مقدستكم إصدار كتب حديثة كما وعدتنا عن الأرواح والمحبة والجزء الثالث من أسئلة الناس، كما نرجو إصدار كتاب عن حياة الرهبنة من الناحية الروحية. أنا ابتديت فعلا أطلع كتب جديدة، ولذلك خليت مجلة الكرازة تصدر كل أسبوعين علشان يكون عندي أسبوع لإصدار الكتب. حاليا موجود في المطبعة كتابين وربما يبقوا ثلاثة بعد أسبوعين. الكتاب الأول هو الجزء الثالث من سنوات مع أسئلة الناس، تقريبا قرب خلاص يخلص. كتاب تاني عن تأملات في صلاة الشكر والمزمور الخمسين مع بعض كمقدمة للصلوات الأجبية، وبعدين نطلع كل الصلوات المشتركة في الأجبية، وربما بعدها الجزء الرابع من سنوات مع أسئلة الناس كله ماشي مع بعض. وربنا يساعد في أن أنا أكمل الباقي، قاعد أشتغل وربنا يساعد. واحد بيسأل بيقول: هل ممكن أن يعمد الابن المولود بعد ميلاده بعشرين يوم إذا كان مريضا؟ ممكن الطفل يعمد ولو بعد ميلاده بيوم واحد. حكاية 40 يوم و80 يوم دي خاصة بتطهير المرأة النفساء، يعني المرأة اللي ولدت ابن وفي فترة النفاس، فبنستنى لغاية لما تخلص فترة النفاس بتاعتها وتيجي تشيل ابنها وتقدمه للمعمودية. وكمان يكون الولد يعني يحتمل يغطس في المية ويطلع ما يتعبش يعني. لكن إذا كان الولد في خطر الموت ولو ابن يوم واحد نعمده، ملهوش دعوة بأمه، ممكن أي حد يجي يقدمه للأمات. بيقول سؤال تاني: هل يحق للإنسان أن ينظر إلى أي شيء مادي لا يملكه؟ إذا كانت نظرة شهوة، نظرة غيرة، نظرة حسد، يعني افرض نظر وما خدوش يعمل إيه؟ يعذب نفسه؟ الكتاب بيقول في الوصية العاشرة من الوصايا العشر: لا تشتهي مال قريبك، لا عن زيته ولا حماره ولا شيء مما يملكه ولا أي حاجة. سؤال: بنت بتقول: أنا فتاة عندي 18 عام عمرها 18 سنة، مخطوبة لشخص عمره 38 سنة، وكانت هذه الخطوبة مجرد تلبيس دبل فقط، يعني لا يوجد ورق رسمي. ولكن هذا الشخص لم أرتاح له نفسيا، وطلبت من والدي خلع الدبل ولكنه رافض وبيقول ده أحسن من غيره وما نلاقيش زيه وإن فلوسه كتيرة ومش هيكلفنا، فأنا محتارة هل أوافق على إتمام هذا الزواج أم أستمر في الرفض؟ أهم حاجة في الزواج أنك أنت تكوني مستريحة له. يعني افرضي شخص أنت ما بتحبهوش ووشك في وشه ومش مستريحة له، هينفعك بإيه فلوسه ولا عفشه؟ هتقعدي جوه الفلوس والعفش تعبان. لازم أبوكي يفهم الأمور على كده.
أما حكاية تلبس الدبل دي لا خطوبة ولا زواج، وحتى لو كانت خطوبة يعني حتى لو كان في خطوبة رسمية ممكن فكها برضه، لأن نقدر نفك 1000 خطوبة وما نقدرش نفك زواج واحد. فشوفي تقدر تستريحي له ولا لا، يعني حاولي تشوفي تقدر تستريحي له ولا لا. ان فضلت مش قادرة تستريحي له يبقى لا هينفعك فلوسه ولا شقته ولا حاجة. كمان 20 سنة فرق كبير قوي، 20 سنة فرق، 18 من 38. يعني انت كمان 20 سنة تبقى 38 وهو يكون قرب على المعاش 58 يعني. يعني البنت دي مش هتكون قاعدة مع جثة، دي قاعدة مع جثة. طيب واحد بيسأل بيقول توجد ترجمات عديدة للكتاب المقدس باللغة الإنجليزية، فأي هذه الترجمات تفضلها قداستكم؟ أنا بأفضل ترجمة كينج جيمس أو نيو كينج جيمس، يعني لدي كينج جيمس كده الترجمة لطيفة جدا، ونيو كينج جيمس بس بتغير حكاية ذا وذاي وذاين والحاجات دي إلى لغة سهلة شوي، ودي أقربها إلينا وأكثرها دقة. من جهة الترجمات العربية بيقول إيه الترجمة اللي بتعتمدها الكنيسة؟ طبعا أحسن ترجمة بتعتمدها الكنيسة الترجمة اللي موجودة في القطمارس في الكتب الطقسية اللي مترجمة عن القبطية. في كنايس أكتر من كنيسة بعتم لي وطلبين رسامة أسس، حاضر إن شاء الله. واحد بيقول ما معنى كلمة الخروف في سفر الرؤيا؟ الخروف أو الحمل أو غيره رمز للسيد المسيح في سفر الرؤيا. واحد بعت لي عن فتاة في إنجلترا عايزة تشتغل في الفن القبطي مع أنها غير مسيحية. طبعا الفن ده للناس كلها، يعني لما كنا في معهد الآثار المصرية في الجامعة كانوا بيدرسونا لغة قبطية، وكان اللي بيدرسوا من أي دين، يعني اللغة الفن ده أي حد يدرس. وممكن برضو بعض الأخوة غير مسيحيين أخذوا شهادات من معهد الدراسات القبطية في الفن، فممكن إنها تطلب الالتحاق بمعهد دراسات، ولو تيجي في بعض الأجازات تاخد دفعة كده وبعدين ترجع تاني والآخر. لكن الفن هتدرسه في بلد تانية بدون ما تشوفه بدون أساتذة مش معقول، لازم على الأقل تيجي تاخد دفعة فنية كويسة وبعدين تروح وتاخد توجيهات وإرشادات وتروح لغاية لما تقدر تدرس الفن. واحد بيقول منذ أكثر من عام استمعت لقداستكم بمحاضرة عن الصمت والكلام وحفظت ما بها وقمت بتطبيق ما جاء بها حرفيا، وبعدين خسرت صداقات كثيرة وأصبحت ألتزم الصمت كثيرا مع أصدقائي فيجدون أنني أصبحت مملا. أنت استخدمت الصمت بدون حكمة، ده أنا حتى لو كنت خدت المحاضرة حرفيا كنت هتلاقي فيها كلام كتير عن الحكمة في الصمت. أنا فاكر الكلام اللي قلناه، لكن واحد يقول لك أهلا وسهلا إزيك تقول له طب طبعا هاخد بعضه وينفر منك.
هو انت تاخد تدريب صمت عشان تعرف كيف تتكلم وايه اسلوب الكلام وتتكلم بدون ما تغلط. لكن صمت كده على طول، طب ما اذا كنت صمت على طول اقعد لوحدك، خليك معتكف. الاباء اخذوا تدريب صمت ومعاها خلوه، فانت في الخلوه مش هتلاقي حد يتكلمه فتبقى صامت بالضروره. لكن قاعد وسط الناس وصامت، طب ما هيزهقوا منك. انت تقعد مع الناس تكلمهم كلمه لطيفه كلمه حلوه وتاخد بعضك وماشي. لكن طول ما انت قاعد لا تندمج معاهم ولا ترد عليهم هيتعبوا منك. طبعا تدريب الصمت مفروض يكون ممزوج بالحكمة. بيقول وأصبحت لا أجد الكلام المفيد الذي يستحق أن أتكلم فيه. إذا ما كنتش لاقي كلام مفيد استمع، يكون لك حسن الاستماع واستفيد بالاستماع مش بالكلام. بيقول وأصبحت مستمعا جيدا. إذا كنت مستمع جيد الناس هينبسطوا منك، لكن غالبا لا أنت متكلم ولا مستمع، أمال هيزهقوا منك ليه؟ اتعلم إزاي تقول كلام لطيف وكلمة حلوة للناس ورجع أصدقائك برضو بطريقة لطيفة. واحد بيقول إذا كان الكهنوت دعوة من الله فلماذا يختار الله بعض آباء كهنة لا يصلحون؟ مش كل كهنوت دعوة من الله، مش كل كهنوت دعوة من الله، ده أول حاجة. تاني حاجة، حتى لو جت دعوة بيترك الإنسان لحرية إرادته. ما هو يهوذا كان مدعو أيضا ضمن الاثني عشر، هو ما حشرش نفسه، ده دعي ولكن لخبط، لأن حرية الإرادة ما تزال موجودة. ديماس اللي كان من مساعدي بولس الرسول، هو كان من أحد أعمدة الكنيسة ولخبط بعد شوي. فمش ضروري أن نقول كل كهنوت دعوة، وأيضا مش ضروري نقول كل دعوة تنتهي نهاية طيبة، لأن زي ما قال الكتاب كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون. فالدعوة بتشمل كثيرين، وفي ناس بيمشوا فيها كويس وناس بيمشوا مش كويس. واحد بيقول أين تذهب الروح أثناء النوم؟ بتذهب تحت البطانية. يا ابني انت فاكر الروح تغفلك وانت نايم وتسرح بره؟ تبقى تربطها بحبل ولا حاجه. طالما انت انسان حي فروحك متحده بجسدك، طالما انت انسان حي فروحك متحده بجسدك. ان روحك سابتك ساعه النوم يبقى انت مت بقى ان شاء الله. ازاي هتسيبك الروح؟ ولو سابتك ما تقدرش ترجع لك تاني. الروح لما بتخرج من الجسد يبقى خروج دائم. فانت حاسب على روحك، اوعى تسيبها تخرج منك. مش عارف الناس دول بيجيلهم افكار على الارواح دي. يا ابني روح اقرا كتب كويس، ما تقولش كده. هل تتدنس الروح بالشر؟ ايوه ممكن تتدنس الروح بالشر، زي ما الجسد بيتدنس الروح بتتدنس. ولذلك احنا بنقول في صلواتنا
طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. ما توفو إني نبسيش إني مننسوم إني مننبنف. طهر نفوسنا وأجسادنا إيه وأرواحنا. وبنقول اجعلنا مستحقين أن ننال قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. فممكن الروح بتتدنس وتحتاج لتطهير. وفي صلوات الساعة الثالثة في الأجبية في التحليل بنطلب برضو طهارة النفس والروح. فممكن الروح تتدنس وممكن الروح تبقى روح شريرة. طب ما الشياطين كانوا أرواح وتدنسوا وصاروا أرواحا شريرة. ممكن جدا أن الروح تتدنس. ده روح الشيطان مجرد تدنست بالكبرياء وبعدين تدنست بالحسد. يقول الخطية التي دخلت إلى العالم بحسد إبليس وبعدين تدنست بالعناد ومقاومة الله، ولذلك يسمى الشيطان المعاند. فالروح ممكن أن تتدنس. بيقول هل الروح يظل الله على الأرض؟ لا يا ابني. الروح دي كيان بشري زي ما الجسد كيان بشري، الروح البشرية كيان بشري. دي غير الروح القدس اللي بيحل في الإنسان في سر الميرون المقدس. وحتى روح الله لما بيجي للإنسان بيتركه على حريته برضه. ففي ناس بيشتركوا مع الروح في العمل، وفي ناس يحزنون الروح أو يقاومون الروح أو يطفئون حرارة الروح فيه. برضو ناس طالبين كهنة تانيين. بيقول هل شهوة الأسقفية خطأ إذا كان هدفها الخدمة أو الاستشهاد؟ يعني اللي عايزين يترسموا أسقف عايزين ممكن يستشهدوا من غير أسقفية. يعني إذا كان هدفه الاستشهاد نقول له على طرق كويسة توصله للاستشهاد بدون ما يترسم أسقف. زمان كان زي ما بيقول الكتاب إن اشتهى أحد الأسقفية يشتهي عملا صالحا، لأن كانوا الأسقف كلهم في العصر الرسولي بينتهي بهم الأمر للاستشهاد. كان أول ما الناس الرومان الوثنيون أو اليهود لما كانوا بيحبوا يضطهدوا المسيحية كان أول حاجة يمسكوا أسقفة المسيحية ويقتلوهم. فكان يعني اللي بيشتهي الأسقفية بيشتهي عمل صالح لأنه عارف أنه هيموت بس يجاهد له يومين. لكن حاليا دلوقتي مش موجودة حاجة زي كده. أنا رأيي أن الواحد بدل ما يشتهي الأسقفية مرة واحدة يتدرج في الموضوع. يعني يبتدي يخدم في الكنيسة، فإذا ترقى كويس وكان أمينا في القليل يقيم ربنا عن كثير. فإذا بقى راهب يكون أمينا لعمله كراهب، فإذا كان أمينا لعمله كراهب جايز ربنا يعمله قسيس ولا حاجة. فإذا كان أمينا لعمله ككاهن يعني يكون أمين للقليل يقيم ربنا على الكثير. لكن مرة واحدة كده ينط بالقفز العالي كده مرة واحدة ويبقى أسقف. خدوها بالتدريج، خدوها بالتدريج. واحد بيقول سمعت من بعض الآباء الكهنة إنه لو اجتمع ثلاث كهنة على رسامة أسقف لوجب ذلك كما حدث أيام الإسكافي بعد استشهاد مرموس. يا ابن اللي سمعته ده غلط. إزاي لو اجتمع ثلاث كهنة؟ طب إيه رأيك إن مثلا بعض أبروشيات فيها 60 كاهن؟ يبقى لو كل ثلاثة اجتمعوا على رسامة كهنة يبقى يجب ويبقى نرسم لهم 20 أسقف. دي عملية تمر ازاي؟ زمان ايام مريم مرقس ما كانش فيه غير هذا العدد بس.
هم دول اللي كانوا مرسومين أيام ماري ماركس. فكان ده كل الكهنوت الموجود، لكن أيامنا دلوقتي عدد كبير. فدي أول نقطة، لو اجتمعوا ثلاثة، طب افرض كل ثلاثة اختاروا لهم واحد ودول يجب 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 يجب، يبقى نرسم 20 أسقف. نقطة تانية، طب والشعب؟ ثلاث أسس يعملوا أسقف والشعب ملهوش رأي؟ الناس اللي بيقولوا لك الكلام ده ناس يعني ما بيدوكش حقيقة مظبوطة. وبعدين بيقول كمان سمع ان هل كاهن يرسم كاهن؟ دي الحكاية خرفت خالص يعني. الكاهن ما يقدرش يرسم ولا أغنسطس حتى، الرسامات هي من عمل الأساقفة فقط. سؤال، هل يرتبط دفع العشور بكنيسة معينة أو تدفع في أي كنيسة؟ لا، تدفع في أي كنيسة، أنت حر تدفع عشورك في أي مكان يستريح له قلبك وضميرك وتشعر انه محتاج. واحد بيقول حياة الرهبنة محببة عندي وانا اعد نفسي لها منذ فترة كبيرة، ولكني اخشى من محبة ابي لي عند مفارقتي له، خاصة وانا وحيد ولي اخوات بنات فقط. حاول تقنع والدك وربنا يساعدك. أو انتظر لغاية لما أخواتك البنات يتجوزوا ويبقى ما فيش مسؤوليات، وجايز في الحالة دي والدك ما يتشبس أكتر على اعتبار إن البنات يتجوزوا. وما تخافش إذا تأخرت بيك المدة، هو صحيح البنات بيطلب منهم سن معينة ما يزيدوش عنه في الرهبنة كما هو النظام في أديرتنا الحالية للراهبات، لكن بالنسبة للأولاد أي سن بيحبوا يترهبنوا فيه لا يوجد ما يمنع. أنت تقول له يا رب لو أردت لي هذا الطريق اشتغل في قلب والدي واجعله يوافق. واحد بيقول انني اعشق العلم، بلاش كلمة اعشق دي، قول احب العلم، واحضر كل مناقشات الماجستير برئاسة قداستكم، والرب اعطاني موهبة كتابة القصة والسيناريو والحوار والاخراج سواء المسرحي او التلفزيوني. كل دول على بعض يعني، في ناس ساعات بيتخصصوا في حاجة واحدة من دول. ولي اعمال كثيرة في الكنائس واخرها مسرحية. طب بلاش عشان ما يتعرفش الشخص. وعملت في التلفزيون كذا. بيقول يعني عنده رغبة انه يكمل دراسة السيناريو والاخراج في الخارج في امريكا، فاقترح اللي عرض عليه المسألة بأنها تعرض علي أنا يعني، كما نعلمه عنكم من تشجيع كلي للاستزادة من العلم، ولذا أعرض رغبتي على قداستكم وكل ثقة إلى آخر. لدي 13 عرض للدراسة من 13 كلية في أمريكا، ولا ينقصني سوى من يرعاني ماديا. يعني الناس اللي عارضين عليك دول عارضين انك تيجي تدرس بدون ما يتكفلوا. مفروض ان الكليات لما بتدي منحة دراسية اللي يسموها سكولارشيب هي بتختلف، في ساعات منحة دراسية لمجرد الدراسة، وساعات منحة دراسية للدراسة والإقامة والأكل إلى آخره، وساعات منحة دراسية
بيكون للدراسة والإقامة والأكل والشرب وكله والبوكت ماني، يعني برضو يدوله مصروف جيبه. فأحسن حاجة إنك تشوف كلية ممكن تديك سكولرشيب كاملة تشمل الدراسة والإقامة ومصروف اليد إذا وجد يعني. وأيضا لو رحت درست هل هتدرس وتتأمرك وتقعد في أمريكا وتنسى مصر، ولا هتدرس وترجع تاني، وإيه اللي يخلينا نضمن إنك ترجع تاني؟ دي حكاية عايزة بحث. وآخر سؤال، واحد بيقول نعلم إن الإنسان الميت أعماله تتبعه، ولكن مش فاهم معنى أعماله تتبعه. تتبعه يعني أول ما روحه تخرج يبص يلاقي اللي عمله واقف قصاده، إن كان سرق يلاقي السرقة واقف قصاده، إن كان ظلم حد يلاقي الظلم واقف قصاده، إن كان لخبط يلاقي اللخبطة واقف قصاده. تتبعه كده تجري وراه كده تمسك فيه، إن كان ماشي وراء الشيطان يلاقي الشيطان ماشي وراه ويقول له إحنا أصحاب أنا مش هسيبك. أدي معنى أعماله تتبعه، إلا طبعا الأعمال اللي تاب عنها وغفرت له وما عادش يعملها تاني قبل الموت، دي بقى زي ما بيقول ربنا أمحوها لا أعود أذكرها، دي ما تتبعوش. لكن الخطايا اللي لسه قاعد فيها ومات وهو فيها أو مات وما تابش عنها هتجري وراه، هذه معنى أعماله تتبعه. وبعدين بيسأل تاني بيقول وفي يوم القيامة عندما يقوم كل الأموات ما أعمارهم؟ أقصد العمر الذي يموت عنده الإنسان، هل يكون له نفس العمر؟ يعني الإنسان اللي يموت طفل يقوم طفل، والإنسان الكهل يكون كبير في السن؟ يعني مثلا أطفال بيت لحم دول اللي قتلوا، ده قتلوا من قيمة 1990 سنة، يعني هل هيقوموا بأطفال زي ما ماتوا، ولا 1990 سنة دول اللي مرت عليهم تخليهم يقوموا عواجيز؟ حكاية يبان كبير أو صغير في السن دي بتبان في الجسد، إذا كان الجسد مادي زي أجسادنا المادية. لكن نحن عندما نقوم بأجساد روحانية، والأجساد الروحانية ما يبانش عليها العجز والكبر، ولكن قطعا إذا واحد مات طفل هيبان طفل برضه، لكن الأجساد الروحانية ما بيبانش عليها الحاجات دي، وبتسترد العافية بتاعتها. يعني لو واحد مات مريض مش هيقوم مريض، يعني مش هيقوم في القيامة ويقوم معاه السرير اللي هو نايم عليه، هيقوم صحيح، يعني كل نقص وكل ضعف يفارقه، لأن في القيامة سوف لا يوجد عجز ولا نقص. وأيضا الإنسان اللي فيه عاهة معينة مش هيقوم بالعاهة، هيقوم كويس. والإنسان المعوق مش هيقوم معوق، هيقوم كويس. يعني لا يوجد نقص في الجسد، كما إن الأجساد تبقى أجساد روحانية. ويقول الفاسد يلبس عدم فساد، والميت يلبس عدم موت، بحيث يبقى كلها أجساد في نضارة في صحة في حيوية، لا يوجد فيها عجز ولا ضعف. وطبعا دي هتغير الشكل شوية في الأبدية، لكن طبعا تبقى أجساد روحانية. نكتفي بكده.
وناخد اي ترنيمه بسيطه ما تاخدش الثواني وبعدين نكمل المحاضره. الاله الواحد امين. احب ان اكلمكم في هذه الليله عن صفه مهمه من صفات الحياه الروحيه السليمه، أو صفة من معالم الطريق الروحي، وهي صفة القوة الحقيقية في المسيحية. البعض ساعات بيفهموا الوداعة غلط، والبعض ساعات بيفهموا التواضع غلط، ويفتكروا إن الإنسان عشان يعيش وديع ومتواضع تبقى شخصيته ضعيفة، أو يقودهم الأمر إلى كده. بينما الإنسان الروحي هو إنسان متكامل الشخصية، يعني فيه الوداعة وفيه التواضع وفيه القوة أيضا. بس المهم، ما هو مفهوم هذه القوة؟ أول حاجة نتكلمها عن أهمية وجود القوة في الإنسان الروحي. أولا، الإنسان الروحي مخلوق على صورة الله ومثاله، والله قوي، إذن عشان يبقى على صورة الله لابد يكون إنسان قوي. قوي مش يعني عنيف، هنتكلم على فهم القوة. السيد المسيح كان وديعا ومتواضعا، وفي نفس الوقت كان قويا في شخصيته. ولما ربنا تكلم عن الكنيسة وعن النفس البشرية في الوحي الإلهي في سفر نشيد الأناشيد، قال: مشرقة كالشمس، جميلة كالقمر، مرهبة كجيش بألوية. يعني ليها القوة زي جيش فيه عدة لواءات. ولما اتكلم على ربنا قال: لبس القوة وتمنطق بها، وقال: تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار، استله وانجح واملك. بس قوة روحية، قوة روحية. وحتى صفة القوة باستمرار بننادي بها الرب في كل صلاة، ونقول له: لأن لك القوة والمجد. إذن القوة مش عيب ما دامت صفة من صفات الله، ويبقى مفروض نكون أشخاص لينا شخصية قوية. هذه القوة تحدث عنها بولس الرسول فقال: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يعني تبقى قوة لدرجة انه يقدر يعمل كل حاجة. طبعا كل حاجة كويسة، وربنا نفسه قال: كل شيء مستطاع للمؤمن. حتى من جهة العمل نلاقي بولس الرسول يقول: حسب عمله الذي يعمل فيه بقوة، في كولوسي 1:29، حسب عمله الذي يعمل فيه ايه؟ بقوة. هذه القوة مفروض اولا وقبل كل شيء تكون قوة في الداخل، داخل الانسان،
في روحه في فكره في قلبه إلى آخره، وتعبر عن ذاتها في الخارج بأسلوب روحي. قوة في الداخل تعبر عن ذاتها في الخارج بأسلوب إيه؟ روحي. ما أجمل إن احنا نلاقي ملاك الرب يحيي جدعون ويقول له الرب معك يا جبار البأس. وقيل عن داود النبي إنه كان أشقر مع حلاوة في العينين، وأيضا كان جبار بأس وراجل قتال. وكلمة جبار بأس أيضا تؤخذ بمعنى روحي مش بمعنى عالمي أو مادي، هنفهم الحاجات دي. هذه القوة في الإنسان الروحي ليست هي العنف، فالمسيحية ضد العنف، وليست هي التهور والاندفاع والجرأة الخاطئة على كل ما هو كبير أو سامي. يعني في واحد يفتكر أن القوة أنه يتحدى أي واحد كبير، أو أنه هو يتكلم بأسلوب غير لائق مع من هو أكبر منه، يفتكر أن دي قوة. ده مفهوم خطأ. زي تلميذ في مدرسة يفتكر لما يتحدى الأستاذ بقى ولد جريء وشجاع، أو ولد يفتكر أنه لما يقول لأبوه أو أمه لا أنه رجل قوي في التعبير عن رأيه. ليست القوة هي الجرأة الخاطئة أو التحدي أو التهور أو العنف. ولا هي الاعتداد الزائد بالنفس بأسلوب خاطئ. يعني بطرس الرسول ما كانش قوي لو قال ولو أنكرك الجميع أنا لا أنكرك. أهو كلام بيفتكر أنه قوي بالشكل ده وطلع مش قوي. لما أختبر في هذه الناحية بالذات وجد أنه ضعيف. لكن ممكن إنسان يبقى قوي باللسان، لسانه قوي يقول زي ما يقول، لكن دي مش قوة حقيقية. ما أكتر الناس اللي بلسانهم يقولوا ألفاظ يظنوا بها أنهم أقوياء ويكون الكلام مش مظبوط. ولا القوة في الكبرياء أو السيطرة أو استخدام السلطان في غير موضعه، مش هي دي القوة. ولا في التهور، مش هي دي القوة. ولا في الاندفاع، ولا في علو الصوت. كل دي مظاهر خاطئة للقوة. إذن ما هي القوة هذه؟ كمان القوة مفروض أنها تكون قوة دائمة ومستمرة، لأن ما أسهل أن إنسان يبقى قوي في موقف من المواقف ويضعف في موقف آخر. سمعنا عن شمشون أنه كان قوي وجه في وقت من الأوقات ضعف وطلع لقوي ولا حاجة. إذن القوة الحقيقية تكون قوة روحية وقوة من الداخل وقوة دائمة مستمرة. ما أسهل إن إنسان ياخد موقف قوي وبعدين يضعف أمام دمعة من الدموع، أو يضعف أمام رجاء، أو يضعف أمام إلحاح، أو يضعف أمام ضغط عاطفي أو مادي ويفقد قوته، أو تختبر قوته وتطلع مفيش. أول نقطة نقولها في القوة الحقيقية هي القوة في ضبط النفس.
الإنسان القوي هو الذي يستطيع أنه يستخدم قوته أو يعبر عن قوته في ضبط النفس. لذلك الكتاب بيقول أن اللي بيضبط نفسه خير من الذي يحكم مدينة. يعني يضبط نفسه؟ يعني يضبط لسانه فلا يتكلم إلا كلاما لائقا، وإذا ما استطعش يضبط لسانه يبقى إنسان ضعيف. ولذلك الكتاب في رسالة معلمنا يعقوب قال إن اللي بيضبط لسانه شخص قوي يستطيع أن يلجم الجسد كله. اللي بيغلط بلسانه إنسان ضعيف. يضبط حواسه أيضا فلا يسمح لحواسه أن تطيش به، سواء من جهة السمع أو النظر أو اللمس إلى آخره. يضبط حواسه. في إنسان يدفعه الفضول إنه عايز يشوف حاجات لا يسمح له بإنه يشوف، أو بالفضول يتطفل على الآخرين وعلى أسرارهم، ده مش قوي لأنه لم يستطع أن يضبط حواسه. أو أي منظر يستهويه يلاحق هذا المنظر، يبقى ده مش قوي لأنه ما استطاعش أن يضبط نظره. كمان مفروض أن الإنسان يضبط فكره، فإذا انتصر عليك فكر وقهرك واستمر معك مدة وكان فكرا خاطئا، تبقى أنت مش إنسان قوي، لأن الإنسان القوي يسيطر على أفكاره ويستطيع أن يوقفها عند حد معين لا تتعداه، أو يستطيع يطردها. كذلك الإنسان القوي يستطيع أن يضبط نفسه، يضبط قلبه وعواطفه، ويستطيع أن يسيطر على شهواته وعلى غرائزه وعلى انفعالاته وعلى كل رغبة، يخضعها لطاعة الرب ولمبادئ الطهر والنقاوة. ده الإنسان القوي. الإنسان القوي أيضا هو الإنسان الذي يكون فوق مستوى الإثارة. يعني فوق مستوى الإثارة؟ مش واحد يثيره بكلمة تبص تلاقيه ينفعل ويبان الانفعال في فكره، في الغضب، في ثورة، في انه يقاوم الشر بالشر، يرد على الكلمة بزيها باكتر. مثل هذا الانسان يظهر انه ضعيف لانه ممكن يثار. يعني الشخص اللي بيقول لك ما هو فلان اصله أثارني بكلمة، طب وانت ليه تبقى خاضع للإثار؟ يبقى انت انسان ضعيف. الانسان القوي انسان يضبط نفسه، يضبط لسانه، فكره، قلبه، حواسه، وايضا لا يكون خاضعا للإثارة الخارجية. وهكذا ينتصر على الغضب. يعني الذي يثار بالغضب ويسقط في الغضب يبقى إنسان مش قوي، لأن أعصابه تعبانة وأعصابه انفعلت بسرعة، فعايز تبقى قوي تبقى ما
تخضعش الغضب. عشان كده الكتاب بيقول على فم الرسول بولس القديس بيقول: أطلب إليكم أيها الأقوياء أن تحتملوا ضعف الضعفاء. فالإنسان القوي هو الذي يستطيع أن يحتمل، اللي ما بيحتملش يبقى ضعيف. يحتمل الإثارة، واللي بيقوم بالإثارة هو الضعيف لأنه خضع للخطية وأتعب غيره. عشان كده بيقول: أطلب إليكم أيها الأقوياء أن تحتملوا ضعف الضعفاء. المسيح قوبل بإثارات من الخارج وهو على الصليب: لو كنت ابن الله انزل. فكان أقوى من الإثارة وظل على الصليب كما هو. قوبل بإثارة من نفس النوع أو تحدي: لو كنت ابن الله حول حجارة خبز. مرضيش يحولها برضه، وكان أقوى من الإثارة. الإنسان القوي زي ما قلت لكم تكون له قوة روحية، وهذه القوة الروحية تظهر في الانتصار على الخطية. يعني ليس القوي هو الذي يحاول أن ينتصر على غيره من البشر، إنما ينتصر على الخطية عندما تحاربه سواء في الداخل أو في الخارج. ويكون فوق مستوى الإغراء وفوق مستوى الحروب الروحية سواء من الشيطان أو من أعوانه من البشر. شخص قوي اللي بيسقط في الخطية هو الشخص اللي بيقول عليه الكتاب: وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. هذه القوة اللي احنا بنتكلم عليها، وازاي تبقى قوة روحية. القوة الحقيقية ايضا تكون في الصمود والثبات ضد كل اغراء، ضد كل تهديد، ضد كل تخويف. انسان ثابت. ولذلك اباؤنا الشهداء وأيضا الآباء المعترفون كانوا أقوياء، عرضت عليهم كل نواحي الإغراء فانتصروا عليها، وتعرضوا لكل أنواع التهديد فانتصروا عليه، فكانوا أقوى من الإغراء ومن التهديد، وكان عندهم صمود. أيضا أبطال الإيمان الذين كانوا صامدين في الدفاع عن الحق وفي الدفاع عن الإيمان، نوع من الصمود، أدي قوة. أثناسيوس الرسولي حورب بكل المحاربات الخارجية ولكنه كان أقوى منها جميعا. نفي أكثر من مرة فكان أقوى من النفي. حكمت عليه مجامع أريوسية فكان أقوى من المجامع. تعرض لكل الشكوك التي قدمها أريوس فكان أقوى من كل الشكوك. دي نوع من القوة التي يسلك فيها الإنسان بطريقة روحية. مش القوة هي العنف، لا. أثناسيوس لم يكن عنيفا لكن كان قويا. قالوا له: العالم كله ضدك. قال: وأنا ضد العالم. عشان كده سموه كونترامندو، يعني ضد العالم، لأن عنده الصمود الذي يليق بالإنسان الروحي القوي. وهكذا يقول الكتاب بالذات في كورنثوس الأولى 15:58 بيقول: كونوا راسخين غير متزعزعين. كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. إذن الشخص القوي
هو الشخص الراسخ الذي لا يتزعزع، الذي يتصف بصفة الثبات والصمود. الإنسان القوي أيضا هو إنسان قوي في الخدمة وفي الكرازة، خدمته قوية تأتي بثمار كثيرة للرب. تلاقي خادم يخش في كنيسة، يخش في فرع من فروع الخدمة، تلاقيه لهلبها لهلبة كده، قوة عظيمة تخرج منه. الكلام الذي يقوله قوي، العظات التي يقولها قوية، المبادئ الروحية التي يقولها قوية، كلامه له تأثير، وكلمته قوية وفعالة وليها تأثير، غير الخدمة النايمة الميتة الدبلانة النعسانة اللي هي فيها رخاوة. الكتاب بيقول ملعون كل من يعمل عمل الرب برخاوة. الشخص القوي خدمته قوية. خدوا واحد زي بولس الرسول، بقوة عظيمة كان يخدم، زي ما قال عن ربنا حسب عمله الذي يعمله في بقوة. بقوة كثيرة كانت تمتد الكرازة ويمتد التعليم، وبقوة كبيرة كان الرسل يشهدون للإيمان ويشهدون بقيامة السيد المسيح، ونعمة عظيمة كانت على الجميع. هذه القوة، القوة الحقيقية. وكل إنسان قوي في روحه تكون خدمته قوية، تكون كرازته قوية، تكون غيرته غير مقدسة، يكون قلبه ملتهب في محبة، في محبة الخدمة، في العمل المستمر، في العمل المنتج. وتظهر قوة الإنسان الروحي في كل عمل يعمله، تظهر قوته في الجدية، يشتغل بطريقة جدية، في الالتزام، في الأمانة، في التدقيق. كل دي مظاهر من مظاهر قوة العمل الذي يعمله، ولذلك العمل بتاعه يأتي بنتيجة. يعني تشعر انك انت لو اعطيت مسؤولية لمثل هذا الانسان يكون قويا في اداء هذه المسؤولية ويعملها بقوة ويجيب نتيجة كويسة. تكون له قوة ايضا في التدريب الروحية. كثير من الناس يدربون انفسهم ولا يلتزمون، يمشي صح يوم يومين ويرجع تاني على ما فيش. الانسان القوي روحيا يكون قوي في كل تداريبه الروحية، لان بياخد التدريب بجدية. في نوع من القوة مهم، هو قوة الحب. إنسان إذا أحب يحب بقوة. والكتاب تكلم عن قوة الحب في سفر نشيد الأناشيد، فقال مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة. يعني محبة قوية لدرجة أي عامل خارجي لا يستطيع أنه ينقصها. إنسان قوي جدا في محبته. قوي جدا في محبته. ولذلك الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13 بيقول المحبة لا تسقط أبدا. دي المحبة الحقيقية، المحبة القوية. المحبة الضعيفة أي عامل خارجي ممكن يضيعها.
لكن المحبة القوية بتاعت الإنسان الروحي القوي مش ممكن، زي محبة الأم لابنها مهما عمل تقول برضو ابني، برضو ايه ابني، محبة قوية. زي محبة داود الذي بكى على ابنه أبشالوم مع ان أبشالوم قاد ثورة ضده وأهان هذا الأب إهانات مرعبة وحاربه وكان على وشك يقتله واعتدى على بيته وعلى نسائه، لكن لما مات أبشالوم في الحرب بكى عليه داود وقال يا أبشالوم يا ابني يا أبشالوم يا ابني. محبة قوية زي محبة يوناثان لداود ومحبة داود ليوناثان، قوة في المحبة. والمحبة القوية أيضا تظهر قوتها في البذل، إنسان يبذل ويترك كل شيء من أجل محبته، زي ما قال الرسل للسيد المسيح تركنا كل شيء وتبعناك. محبة قوية فيها بذل. أو زي ما قال بولس الرسول في رسالته إلى فيلبي خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية من أجل فضل معرفة المسيح رب. هنا المحبة التي تبذل والمحبة التي تعطي. ولعل أقوى مثل للمحبة محبة الله لنا، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. يبقى الإنسان القوي، الإنسان القوي كملخص للي قلناه، الإنسان القوي روحيا له قوة في الداخل، له قوة روحية، له قوة دائمة، قوة بعيدة عن العنف والأخطاء العالمية، له قوة في ضبط النفس، له قوة في الصمود في الثبات، له قوة في الخدمة في الكرازة في أي عمل ينسب إليه أو يعهد إليه، له قوة أيضا في حبه في بذله. ولذلك تصل قوة المحبة إلى التضحية إلى الفداء إلى بذل الذات إلى بذل كل شيء. في البذل أيضا قوة البذل نجد أنواع من قوة البذل. في قوة بذل سببها الحب كما بذل المسيح ذاته من أجل محبته لنا، وفي قوة في البذل سببها الطاعة زي ما إبراهيم أب الآباء كان مستعدا أن يبذل ابنه الوحيد ويقدمه محرقة من أجل طاعة ربنا. وفيه قوة في البذل سببها الزهد زي ما الأرملة أعطت كل ما عندها من دقيق وزيت لإيليا النبي، وزي كل الآباء الرهبان والسواح والمتعبدين اللي بيبذلوا كل شيء. الإنسان القوي هو قوي أيضا تظهر قوته في الاحتمال، زي ما قلنا إنه يحتمل ولا يسلم نفسه للغضب. أيضا الإنسان القوي يكون قويا في احتمال الشدائد والتجارب. في شخص ضعيف تجيله تجربة تهزه ينهار
ويضعف ويبقى مش قادر يحتمل، وتقابله تلاقيه مهزوز. لكن الإنسان القوي قوي في احتماله قصاد كل تجربة، قصاد كل شدائد، في احتمال الضيقات وفي احتمال الناس الأشرار، في احتمال الضيقات وفي احتمال أخطاء الآخرين. وتظهر قوة الاحتمال أيضا مش بس في أنه يحتمل الخطأ، في أنه يسامح. فالإنسان القوي يستطيع أن يسامح ويغفر، في قوة المغفرة. في شخص يهين غيره يفضل غيره ماسك له الغلطة دي طول العمر، لكن الشخص القوي يستطيع أن يغفر ويستطيع أن يحسن إلى المسيئين، عنده القدرة على المغفرة. القوة أيضا تظهر في التوبة. ياما ناس بيقولوا أنهم تابوا وهم في الحقيقة لم يتوبوا. قوة التوبة تبان في أن الإنسان لا يرجع إلى الخطية مرة أخرى، زي ما بيقول المثل once and forever، يعني مرة وخلاص وإلى الأبد ما يرجع لهاش تاني. وتلاقي مش بس يترك الخطية، وإنما يتقدم في النمو الروحي حتى يصل إلى الكمال. أدي التوبة الحقيقية، قوة التوبة. ولذلك وجدنا كثيرا من التائبين تحولوا إلى قديسين، لأن كان عندهم قوة في التوبة، زي توبة أغسطينوس، زي توبة موسى الأسود، زي توبة بيلاجيا أو مريم القبطية إلى آخره، قوة في التوبة. قوة في حياة النصرة، قوة في الامتداد نحو الكمال. احنا عايزين ناس يكونوا أقوياء في روحياتهم، في شخصياتهم. الإنسان القوي الروحي يكون قوي في شخصيته، قوي لا يخاف، قوي لا يتردد، بعيد عن الخوف، بعيد عن التردد، بعيد عن اليأس، بعيد عن القلق، بعيد عن الاضطراب. إنسان ليه شخصية قوية ما يتهزش بسرعة. وانتوا فاكرين القوة عن واحد يمسك واحد تاني يلطشه ولا مين يبقى قوي؟ لا، لازم يكون قوي من جوه. الخواف ده مش قوي، واللي بيتردد مش قوي، واللي بييأس وبيقلق وبيضطرب مش قوي. مثلا قوي تلاقي جامد كده زي الأسد، زي الجبل الراسخ. زي ربنا لما بيكلم زربابل ويقول من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. مفيش قصاده، مفيش حاجة تقف قصاده. قوي الشخصية. الإنسان القوي هو إنسان قوي في عقله، قوي في الفكر، قوي في الفهم، قوي في الذاكرة. ولك إنسان قوي الذاكرة، قوي في سرعة البديهة، في سرعة الرد، قوي في القدرة على الاستنتاج والفهم، قوي في الحفظ، قوي في التصرف بحكمة. دي كلها قوة. وأنتوا عايزين القوة السامسونايت، القوة الشمشونية يعني؟ لا، القوة الداخلية اللي من جوه. الإنسان القوي هو إنسان قوي في الإيمان.
له الإيمان القوي اللي يمكن أنه ينقل الجبال، له الصلاة القوية التي تستطيع أن تأتي بالاستجابة السريعة وترتفع كرائحة بخور إلى السماء وتحدث تأثيرها في السماء. إنسان القوي في إيمانه الذي لا يرى شيئا صعبا على الإطلاق، ممكن يحط رجله في البحر الأحمر وهو شاعر إن البحر هيفتح له طريق، ممكن يضرب الصخرة تنزل ماء. على الأقل يكون قوي في إيمانه من جهة وجود ربنا معاه. يقول لك إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي. فالإنسان القوي في إيمانه لا يخاف، القوي في صلاته لا يخاف، المؤمن لا يضطرب من أي سبب في الخارج، يشعر أن كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الرب، يشعر أن الرب حافظ ومعين. قل له لا تخف لأني معك، دي قوة في الإيمان. الإنسان القوي قوي في حاجة تاني، يعني ما فيش معنى إذا أخطأ أنه يعترف بخطأه وأنه يعتذر ويقول ما عدتش أعملها تاني، ده عايزة شجاعة أدبية، عايزة قوة في الداخل. في إنسان يقول أنه قوي وإذا أخطأ كلمة أخطأ دي ما تطلعش من بقه، هو أضعف من أنه يعترف بخطيته، هو أضعف من أن يواجه نفسه، وأضعف من أن يواجه الآخرين ويقول غلط. الإنسان القوي لا يعاند، لأن العناد معناها التشبث بالرأي. في فرق بين الصلابة في الحق وفرق بين التشبث بالرأي الخاطئ. الإنسان القوي ممكن في قوته يتنازل عن رأيه إن رأى أنه خاطئ، ويستطيع أنه يطلب السماح، ويستطيع أنه يعتذر، ليه الشجاعة الأدبية. ما هو في ناس يؤمنوا بسر الاعتراف لكن ما عندوش القوة اللي يعترف بيها، يقف قصاد أبونا وخايف. خايف ليه؟ ما عندوش قوة يقول. الإنسان القوي يقول، عنده قوة على الاعتراف. بعد أن تكلمنا عن مظاهر كثيرة من مظاهر القوة الروحية، نتكلم عن نقطة تانية لها بعض عناصر بسيطة نختم بها الموضوع، لأنه فضل لنا غير 6 دقائق، اللي هي أسباب القوة الروحية. أسباب القوة الروحية، في إنسان بطبيعته قوي، إنسان يتولد كده ليه قلب أسد، شجاع من صغره بطبيعته. خليها دي على جنب. وإنسان قوي بروحياته، وإنسان قوي بنوع آخر. قال القديس أغسطينوس: جلست على قمة العالم حينما أحسست في نفسي أني لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا. من إن ما الواحد يشتهي حاجة يبقى عبد للي بيشتهيه، ما يبقاش عنده قوة، يضعف أمامه. لكن إذا كان لا يحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، حينئذ يكون قويا. ولذلك الكنيسة اختارت رؤساءها من الذين زهرم وما فيه حتى تكون لهم القوة. لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا، فمصدر قوته أنه ما بيخافش، ومصدر قوته أنه ما بيشتهيش حاجة.
في إنسان مصدر قوته الإيمان، يعني فيه الصفات اللي فاتت دي ومظهر قوته الإيمان، يؤمن بأنه يستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويه، يؤمن أن كل شيء مستطاع للمؤمن، يؤمن أن الله يحيط به في كل خطواته، لذلك مش ممكن يضعف، حتى لو بشريته ضعفت إيمانه يرجع له قوته. إنسان قوي ليس لأنه يثق بنفسه، إنما لأنه يثق بالله الذي معه ويشعر أنه مش ماشي لوحده. إنسان قوته سببها عمل الروح القدس فيه، فالروح القدس يمنحه قوة يعمل كل حاجة، ولذلك السيد المسيح قال لتلاميذه: ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا. القوة بتاعتهم كانت بسبب حلول الروح القدس عليهم. الشخص الذي يشترك مع عمل الروح القدس الذي فيه باستمرار يكون قوي، لأنه بيقاد بروح الله القوي. أدي قوة لعمل الروح القدس. دايما الروح القدس لما يعمل في إنسان يعطيه قوة عجيبة. ده بعض الناس الروح القدس أعطاهم قوة آيات وعجائب، وبعض الناس أعطاهم الروح القدس قوة على الكلام. ربنا قال لهم: لستم أنتم المتكلمين بل روح الله الذي يتكلم فيكم. بالارتباط بروح الله ينال الإنسان قوة، ولكنها ليست قوة من هذا العالم، وإنما هي قوة من الله الذي يعمل في الإنسان، لأن الإنسان المسيحي الحقيقي هو اللي بنسميه ثيوفوروس، يعني حامل الله، يحمل الله داخله، والله الذي في داخله هو يعمل العمل كله. عشان كده أرجع وأقول لكم الكلمة اللي ابتديت بيها: لا تظنوا إن الوداعة والتواضع معناها إن الإنسان ما يكونش قوي. مفروض الإنسان يكون قوي، ولكنها قوة روحية. وتفضلوا نصلي. ليترأف الله علينا ويباركنا، وليسر وجهه علينا ويرحمنا، وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم، وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والصلاح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة الحين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة القديس ماريونوس والقديس الأمبرويس والقديس أثناسيوس الرسول وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم المقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا بيه في كريستوس من الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة المهلة بروح القدس
يكون مع جميع الحضور الإسلامي.